واحدة من المزايا القوية جدا اللي موجودة في برنامج الاكسل هي انك تقدر تجيب ملف فيديو موجود على اليوتيوب تحطه على ملف الاكسل بتاعك. طب وده هيفيدني في ايه انا؟ طب ما لو في حاجة عايز اتفرج عليها اخش على اليوتيوب واتفرج على طول. اقول لك لا، اتقل بس، عشان الموضوع ده ليه مميزات قوية جدا واللي هنعرفها في الفيديو ده. يلا بينا بقى نشوف ازاي نضيف الخاصية دي على برنامج الاكسل بتاعنا، وازاي نقدر نستخدمها، وايه وجه الاستفادة اللي هتعود علينا من استخدام ميزة زي دي. بس طبعا قبل ما نشوف الكلام ده، عايزكم بقى ما تنسوش، لا مش هقول لك لايك وشير وسبسكرايب، انت خلاص يعني انت زيك زي اخويا، خش وتعامل في القناة، يعني اعتبرها قناة اخوك، ولايكات بقى واظبط الاداء. يلا بينا نشوف ازاي نقدر نطبق الموضوع ده. زي ما انتم شايفين ده ملف اكسل انا شغال عليه، حاطط هنا الفيديو الخاص بشرح الملف ده. طبعا اقدر اطبق اي معادله وانا قاعد بتفرج على الملف ده، يعني احنا ممكن نشغله كده وممكن اوطي الصوت. بس هو دلوقتي الملف ده شغال معايا، انا بتفرج هنا وقاعد بطبق اي معادله هتطبق في الفيديو انا شايفها، بدل بقى ما كل شويه اروح للبراوزر بتاع جوجل كروم عشان افتح الفيديو من على اليوتيوب وبعد كده اروح راجع تاني ملف الاكسل. لا، الكلام ده كله موجود في شيت واحد، وانت الشيت ده انت شغال عليه بالفعل، فبالتالي مش هتوه. يعني في ناس بتوه، انا لما ارجع للبراوزر مثلا واتفرج على معادله معينه اروح راجع عشان اطبق المعادله دي على نفس الملف، بعد كده ارجع تاني للبراوزر عشان اكمل بقيه الشرح، لا انت يعني هتقف كتير او هتعطل كتير. دي على ما اظن خاصيه او ميزه هتفيدك في النقطه دي. واحده برضو من مميزات الخاصيه دي هي انك الملف ده لما هتيجي تحفظه وتيجي تفتحه مرة تانية، يعني انت حفظته وقفلته وجيت فتحته مرة تانية، هتلاقي الفيديو ده موجود جواه. اذا لو انت مثلا في نقطة، النقطة دي اتعلمتها وركنتها لمدة شهرين ثلاثة ما استخدمتهاش وعايز ترجع لها تاني او ترجع لنفس الفيديو ده، فانت مش محتاج تخش وتدور جوه اليوتيوب، انت خلاص الفيديو ده محطوط جوه الملف اللي انت اتدربت عليه. فهتفتح الملف هتلاقي الفيديو وهتلاقي كل حاجة انت اتدربت عليها قبل كده، فبالتالي هتستعيد الذاكرة بتاعت المعادلة دي او الاداة دي بسرعة جدا. طيب ازاي بنقدر نضيف الخاصية دي؟ بكل بساطة بتروح من تابة انسيرت، هنا هتلاقي في حاجة اسمها جيت ادنز، تضغط عليها بالشكل ده وتبتدي تيجي على السيرش هنا وتكتب مثلا كلمة يوتيوب، تقول له سيرش، هيبتدي يطلع لك الميزة اهي ويب فيديو بلاير، تضغط عليها اد بعد كده تقول له كونتينيو، هيفتح لك النافذه دي وهنا بيقول لك حط اليو ار ال بتاع الفيديو اللي انت عايز يظهر جوه ملف الاكسل ده. فانا دلوقتي هجيب يو ار ال واحط اليو ار ال بتاع الفيديو اللي انا عايزه يظهر هنا. اليو ار ال ده المقصود بيه اللينك، يعني اللي بيبقى محطوط في البراوزر من فوق، وابتدي اقول له سيت فيديو. طبعا هنا بيقول لك اوتو بلاي، انت عايزه يشتغل اوتوماتيك ولا عايزه يشتغل عند وقت معين وينتهي عند وقت معين. يعني انا ممكن مثلا الفيديو ده لو مدته نص ساعه ممكن اقول له يبتدي مثلا من عند الدقيقه الثامنه مثلا وينتهي عند الدقيقه رقم 16، واقول له سيت فيديو نشغل اهو. بصوا لو تلاحظوا ان هو لما جه فتح في العمود ده هنا، فتح بالفعل عند الدقيقة الثامنة هنا، تمام؟ لأن أنا قلت له عايزه يشتغل من عند الدقيقة الثامنة، تمام؟ مثلا فرضا الكود 102 عايزنا نجيب. طبعا لو أنت عايز تكبر الشاشة تضغط كده على الحواف بتاعة الصورة دي بتبتدي تكبر معاك زي ما أنت عايز. عايز تحرك الشاشة دي بتاعة الفيديو تحركها أي مكان تاني، فممكن تيجي كده في الجنب هتلاقي مؤشر ماوس شكله اتغير، تضغط وتسحب هتلاقيه بيتغير معاك. ممكن تنسخها وتروح تحطها مثلا في الشيت ده، كنترول في هتلاقيها اتحطت معاك وتقدر تفتحه من هنا. لو طلعت فوق هنا على الصوره بتاعتي دي فهتلاقي مكتوب سبسكرايب، فانا مش عارف بصراحه دي بتعمل ايه، ممكن تضغط كده وتجرب وتشوف يعني سبسكرايب دي هتعمل ايه بالظبط، تبقى مفيده على ما اظن. طبعا لو انت عايز تضيف فيديو تاني فالموضوع بسيط، يعني ممكن ما تقولوش جيت ادنس، جيت ادنس انت خلاص دي اضافه انت ضفتها جوه ملف الاكسل بتاعك او برنامج الاكسل.
هتقول له هنا بقى ماي ادنز، الحاجات اللي انا ضفتها، تضغط هنا فتلاقي ويب فيديو بلاير، تضغط عليها هيقول لك هنا حط اليو ار ال، تبتدي تحطه، تشوف بقى السيتنج اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد كده تقول له سيت فيديو، فهيتحط لك في المكان اللي انت واقف عليه. ده بكل بساطه ازاي نقدر ناخد فيديوهات موجوده على اليوتيوب ونحطها على ملفات الاكسل بتاعتنا، وعرفنا طبعا ايه فوائد النقطه دي او الميزه دي اللي بيوفرها لي برنامج الاكسل. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، متنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب في القناه، ولو انتم مشتركين في القناه متنسوش بقى الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله في القناه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.